امتى رح تخلص هالعملية بقى؟ الأحسن إن تطول يا عبد الحي. إذا كانت العملية قصيرة فهي مانا إشارة منيحة بنوب. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمك دكتور. الحمد لله انتهي. عاكف نحن عم ننتظر هون على الفاضي. دوروا برا منيح. قلي لشوف شو في تحت هذا الجامع. ما في شيء. في مخزن عادي للاغراض وما بنستخدمه. ممكن تورجيني اياه؟ تفضل. طمنا دكتور كيف العملية؟ عملنا أكثر شيء بنقدر عليه بهالظروف، وهلا بدنا نشوف تقبل جسمه للأنسجة اللي زرعنا له إياها. دكتور يعني رح يرجع وشه مثل ما كان؟ هلا الأولويات عنا إنه مراد يضل عايش، والباقي بنشوفه بعدين. نحن هيك قطعنا الجامع لآخره. ما عفوا ما فهمت. عفوا يا شيخنا، كم سنة صار لك عم تشتغل هون؟ من 10 سنين وأنا هون. أنت مرر من هون شي 1000 مرة. اللي كم خطوة عرض الجامع؟ يعني فيك تقول شي 100 خطوة. من أمتى تعمر هذا الحيط؟ على الأغلب من وقت تعمر الجامع. ليش عم تسأل؟ المسافة اللي قطعناها ما بتوصل ل100 خطوة. في مساحة فاضية ورا هذا الحيط. الجامع كبير لأنه تاريخي، يمكن نعمل فيه هيك بعد ما تعمر. شو هذا كارا؟ ما بعرف. بس هلا بنعرف. لك شو عم يعمل عاكف جوا؟ ما بعرف، عم يدور. يا شباب نحن لازم ندور بالمشافي اللي بالمنطقة، نحن عم نضيع الوقت. وليش لا يقدروا بهالسهولة انه يدخلوا المقنع على المشفى؟ لو اطلعنا على سجلات الكاميرات على القليلة كنا عرفنا من اي اتجاه قدروا يهربوا. ماشي، بس كان في دكتور مع المدعي، اكيد هن بمكان قريب عم يعالجوه.
أنا بعرفه لعاكف منيح، رح يكشف محلنا بسرعة. لازم نطلع المعلم من هون. عبد الحي، إذا طلعتوا المعلم من هون بهي الحالة رح تصلوا عليه صلاة الجنازة بهذا الجامع. شو يعني كارا؟ رح نضل هون لحتى يصطادونا؟ لا عابد، نحن منطلع وبيصطادونا بمكان تاني. شو قصدك عبد الحي؟ رح نطلع أنا وياك ومنعمل مشكلة، يعني منكون طعم ليلحقونا على مكان تاني. حلو، انتو بعدوه من هون وأنا رح طلع مراد والختيار الكبير لمكان آمن. ما لازم تحركوا مراد من هون أبدا، خطر عليه. مو أخطر من إنه نضل هون لحتى يفوتوا. أستاذي، بتمنى تطلعي مع الدكتور. ماني رايحة على مطرح عبد الحي. كيف كارا رح يقدر يطلع مراد لحاله؟ أستاذة ما تاكلي هم، أنا هون. أستاذة ليلى، بدك ما تواخذيني، بس أنت هون رح تعيقيني. روحي مع عبد الحي. عاكف، طالما الطبيب موجود معهم فهن اكيد بمشفى قريب من هون. انا رح افحص جوا ورد لكم خبر. بس هيك يا عاكف نحن عم نضيع الوقت. انتوا رجعوا على المشفى، وإذا سألوكم انتوا كنتوا بالمشفى كل الوقت. ماشي، حاضر. أستاذة، انتي روحي مع الدكتور. يلا يلا امشي عابد. دكتور، بتشكرك كتير، ما بتعرف أهمية هالمعروف اللي عملت لي إياه. ليلى، خلينا نهرب من هون بسرعة، بعدين تتشكريني. أنا ما رح روح، رح ابقى هون معهم لنطالع مراد. ليلى، لو كان الوضع طبيعي كنت اصريت، بس بعرف ما رح تردي علي. الله يحميكم. عاكف، إذا ضليت على هي الحالة ما عاد حدا رح يسمعك من المجموعة. شو أنت جنة؟ شو عم تعمل؟ احكي. أهلا وسهلا، تفضلوا. دكتورة، بدنا مورفين. معكم وصفة طبية؟ ما فيني بيعكم بدون ما يكون معكم وصفة طبية لونها أحمر. جيبي لي كل المورفين اللي عندك، حطي لي إياه بكيس وعطيني إياه، يلا بسرعة. دكتورة، يا ريت تتصلي بالشرطة أنتي وتقولي لهم عابد كايا وعبد الحي جوبان أخذوا كل المورفين اللي عندك. قديش بده مراد لسه ليفيق؟ حسب خبرتي بده بين العشر دقايق والربع ساعة ليفيق من البنج. أنا رح أطلع وسلمهم حالي، هنن بدهن اياني الي. اذا قدروا يمسكوني رح تكسبوا الوقت وتهربوا بعيد. بدك ما تواخذني، ما فيني اوضح هاي النقطة لمراد. بس في رح نعمل يلي رح نعمله مع بعض.
الانتباه للمجموعة الموجودة بمنطقة الشيخ زاد باشي. في إخبارية عن سرقة صيدلية. لا وقف، لا تسكروا. المشبوهين هنن عبد الحي جوبان وعابد كايا، سرقوا مورفين من صيدلية بشارع الشيخ زاد باشي. انتبهوا، المشبوهين مسلحين، انتبهوا قبل ما تشتبكوا. أنا فايد خبر عاكف هذا الحكي. شامل لا تنسى، نحن خسرنا وقت كتير. عاكف هلا حابب يعتكف بالجامع، اتركوا لا تزعجوا. وين هي الصيدلية؟ عند المدخل وراني على الشارع دغري. قديش الوقت اللي رح نضيعه هون؟ ممكن تروقينا شوي؟ شوفي، ممكن يكونوا مفخخين الممر. وشو رح نعمل؟ قولي للشباب يجيبوا لي متفجرات. اي ماشي. شو هلا، لقى الممر ولا ما لقى؟ لقى. وهزاكي ليش ما فات منه؟ لانه واحد مو سهل، لأنه بيعرف إني مفخخه. حسني حضر حالك على السريع، إذا ما طلعنا دغري رح يمسكنا. والله ما حدا فهمان شي. شو هالولد هاد؟ شو هاد؟ منيح اللي معي شهادة. والله عبد الحي جوبان وعابد كايا سرقوا صيدلية، الشباب راحوا لهنيك. طيب شكرا. شو وين الشباب؟ راحوا من شوي. شو هالحكي، وين راحوا؟ عبد الحي وعابد سرقوا صيدلية قريبة من هون، وقت سمعوا الخبر على اللاسلكي راحوا ليمسكوهم. شفتي هذا الزلمه شيء؟ لا والله ارجيني شوي. طلع مني هلا. لا ابدا، انا كمان ماشي. شباب وين الشباب؟ شفتوا هذا الزلمه شيء؟ لا لا، شوفوا لي هذا، شفتوا شيء هون؟ لا ما شفت. لا اخي لا، عفوا يا ريت تدققوا منيح. لا 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 اخي ما شفته ابدا. شو عم بيصير شباب؟ شو في؟ عمي طلع، شفت لي هذا الزلمه شيء؟ ايه شفته، راحوا من هذا الطريق. يلا يا شباب عرفنا وين، يلا بسرعه جيبوا السياره. يلا يلا يا شباب. عابد، هدول وصلوا. عبد الحي، شو ما صار بيضلوا رفقاتنا، ما تقوس على راسهم. عابد خلص مثل ما بدك، اطمن، بس ما تجي تعلمني شغلي هلا. انتوا طالعوا مراد، عم قلكم روحوا روحوا، والا رح يمسكونا كلنا مع بعض. يلا كارا،
سيدي بترجاك تنزل سلاحك. يا ابني إذا وجه أي حدا سلاحه تجاهك عمال اللازم. سيدي ما بدي يصير عليك أي ضرر. إذا هيك معناتها لا تعمل أي ضرر مع يلي بحبهم. سيدي رح أجي لعندك. رح تقتلني شي؟ يا ابني مسك السلاح مثل سواقة السيارة، حتى لو مرت سنين وما استعملته ما رح تنسى أبدا كيف تستخدمه. السيارة معلم شو رح نعمل هلأ؟ خلينا ناخد تاكسي. أي تاكسي يا حسن؟ هلأ بحل القصة. يلا فكوا يلا بسرعة بسرعة. عم بلعب أنا. يلا فاهميني ليش ما بسمع الكلمة؟ ليش في حدا بهالأيام بيسمع كلمة حدا؟ نحن ما نسينا اللي عملته مشاننا، لهذا السبب بدنا ناخدك بطريقة تكون مناسبة لفضلك علينا، فما تجبرنا نستخدم القوة معك. الخائن سنجر هو اللي طلب انكم تجيبوني عايش؟ اي نعم سيدي. اذا هذا الخائن بده يمسكني وانا عايش فاكبر خيانة اني ضل عايش. عبد الحي مسألة يفوتوا لهون ما دام طولة. شوف كارا، إذا قدر يطلع المعلم فما عاد مشكلة. شامل لازم نروح من وراء قبل البقية، وإلا رح يضلوا يقوصوا لحتى يموتوا. سميران كارا شو صار معك؟ ايه بسرعة كارا لا تطول عندك. طلعوا المعلم يلا امشي. اخي ارمي سلاحكم على الارض. ما في أي احتمال إنه تمسكونا ونحن عايشين. عم يهربوا. قلولي كيف قدروا يفلتوا من ايديكم بعد ما لقطوهم؟ يا شريك لو ما ضيع عاكف وقتنا بدواره بالجامع كنا مسكناهم من زمان. ادخل. سيدي هاي الوثائق اللي قدرنا نجمعها لهلا، وهي بتخص اللي اسمه الاستاذ.
لهلأ ما قدروا يكملون. من بعد إذنك سيدي. إلي عزيز. ماشي يا عزيز، خليهم يجيبوه لهون. سيدي، عاكف قدر يمسك السيد عادل. للأسف مراد قدر يهرب. هالولد قبضاي كتير يا متى. شو برأيك؟ رح يقدر يعبي مكان مراد؟ سيدي، إذا رح يكون مثل مراد ولا لا، هذا اللي رح يقدر يبرهنه إذا قدر يمسك مراد بالأخير. أنت ادعمه لعاكف قد ما فيك. يلي قدر يمسك السيد عادل خلال ساعات بيقدر يمسك مراد بعد كم يوم. معلم، لازم ناخد المعلم مراد على المستشفى. لازم ينحط بالعناية المشددة، ما بيصير يضل هيك. أنت عم تحكي مظبوط، بس ما فينا ناخده على أي مشفى بالبلد لأنه راح يمسكونا. كارا، إذا صار شيء لمراد ما عاد تهمني الدنيا كلها، خدنا لأقرب مستشفى. ليلى حبيبي، اللي شلونك؟ الختيار الكبير. قدروا يمسكوا الختيار الكبير. التليفون، بدك تحكي على التليفون؟ هادي مرحبا، أنا بحاجة لمساعدتك. محتاج شي سيدي؟ شكرا لك عاكف. سيدي بتريد مني أي شيء تاني؟ بدي منك تمسك لي المقنع. هلا فيك تروح. شو كيف حالك؟ أصعب شغل الواحد يعملها هي إنه يواجه أكبر غلط عمله بحياته كلها، وانت اكبر غلطة يا سنجر. شوف يا عادل، انا كل يوم عم واجه يلي عملته انت من اغلاط كبيرة. كان لازم يلي بيحب الوطن انه يقلك وقف عند حدك بكفي. انت اللي جبرتني اني اعمل كل هذا اللي صار. سنجر، أنت مصر أنك تضل طول عمرك تحسسني بالذنب؟ وطننا صار على حافة الهاوية بسبب يلي عملته أنت ويلي قبلك على مدى 20 سنة، وأنا سبق نبهتك أنه هذا الشيء رح يدهورنا. أنا قلت على طول بسبب الاستراتيجيات اللي عم تتبنوها البلد رح يروح باتجاه ما رح يقدر يكمل فيه ولا يرجع منه. لهيك ما بيقلي فرصة غير أني اتدخل وأعمل يلي صار. انت عشت طول عمرك يا سنجار، وهي المخاوف عم تاكلك، وبسبب هي المخاوف تبعك ما قدرت تفهم شو صلب استراتيجية تحول تركيا لقوة عالمية، ولا بدك تفهمها. انت وافكارك اللي بعرفها هي يلي سببت لي كل هالمخاوف. أنت قررت تدفع بتركيا لأفكار وأوهام ما لها أساس بالواقع، لمكان ما بتقدر تكون تركيا فيه بهالقوة لتتحمله. حتى يلي بتبعوا مجلس الختيارية ما بيفكروا مثلك ولا مقتنعين بأفكارك.
انت هيك عم تقبل الدور يلي رسمنا اياه الامبرياليين والاستعماريين، وعم تفكر من عقلك انه الوقت والظروف هلا مو مناسبين، وعم تفكر بنفس الوقت انه ما لازم نبتزن. بس الشيء اللي ما عم تفهمه انه الامبرياليين شو ما صار لقدام ما رح يسمحوا لك ولا رح يسمحوا لبلدك انه تكونوا جاهزين باي وقت. احلامك انك تعمل تركيا قوة عالمية كانت السبب بموت كثير من الناس. فيك تشرح هذا الحكي لكل الناس؟ بس أنا بسبب أفكارك اللي مالها جدوى من 25 سنة ما مشيت على رجليكي. العملية اللي عملناها أنا وياك مع السيد أصلان ببيروت، هاي العملية اللي عملناها سوا أنا وياك وأصلان، للأسف خسرنا فيها اثنين من أعز الأصدقاء. أنا فقدت شبابي وفقدت حياتي وفقدت ثقتي فيك، بس أنا هلأ أخذت قرار أني ما أتراجع أبداً. وهي نحن هون. أنت من إمتى بلشت تمشي على رجليك؟ من وقت ما قدرت طالعك أنت وأفكارك من عقلي وخلصت منك من جواتي. بهداك الوقت وصلت للقوة يلي خلتني أوقف على رجلي. هاي الأوجاع مو بس أنت عشتها يا سنجر، أنا كمان عشتها بكل ثانية. كل ما بشوفك على الكرسي وكل ما بسمع صوتك بتذكر كل شي صار معنا. ومع هيك أنا اليوم فهمت شو نحنا، وطالما رح نضل موطين راسنا للإمبرياليين من الصعب يخلونا نتقدم خطوة بالاتجاه اللي بدنا إياه. شو هالصدفة هي؟ أنا بهداك اليوم قررت شيء، إنه إذا أنا ما منعتك من هالأفكار هي فوطننا رح يكون مصيره مثل المصير اللي وصلت له أنا. يا خسارة، الوجع يلي صار معك خلاك تنسى كيف تفكر صح يا سنجر. بس أنا ما سمحت لك إنك ترجع هاي الدولة للعقلية الحاكمة القديمة. هذا صار زمن ماضي. أنت هذا اللي مفكره، بس أنا بعرف استراتيجيتكم يلي بالكتاب الأحمر، وأنا قربت أعرف من وين رح تبلشوا بتطبيق استراتيجيتكم ونفشل المحاولة. بهذا الوقت أنت واستراتيجيتك الخاطئة رح تكون انتهيتوا لغير رجعة. سيدي، اجوا اثنين من جماعتنا بالمخابرات وطالبين يشوفوك ضروري. اللي خير شو بدهن؟ ما بعرف سيدي. طيب يفوتوا. شو خير كمال؟ في شي صاير؟ سيدي اجينا مشان نودعك. طلع تعييننا برات البلد. من وين طلع هالحكي؟ انتو لازميني هون. سيدي كنا مفكرين حالنا تحت امرتك، وفكرنا حالنا انه نحن غلطنا بالشغل وانه السيد اشرف عم يحاول يعاقبنا. في حدا غيركم نقلوه من الوظيفة او غيروا له مكانه؟ بالمراكز الحساسة نقلوا عدد كبير من رفقاتنا. طيب انتو روحوا على شغلكم وانا رح اهتم بالقصة. انتوا لا تنزلوا من السيارة، رح ناخذ مراد وانتوا كملوا. انا ما فيني اتركه لوحده. ليلى، انا عملت هي العملية كرمالك، يعني سمعت كلامك. بترجاكي هلا تسمعي كلامي ولا تطلعي من السيارة. طيب شو مشان هدول الرجال؟ هدول بالأمان ما تقلقوا،
هذا العنوان ما حدا بيعرفه، فيكن تتخبوا فيه حاليا. يسلموا ايديك. بوعدك اني رح عيش كرمالك وكرمال راف، رح عيش. بسببك فلتنا المقنع من بين ايدينا، لقينا البيت اللي تخبوا فيه، بس تأخرنا كتير. انتو كيف بتتركوا المكان وبتروحوا بدون ما تاخدوا اذني؟ تابعنا اسر عبد الحي وجاهر وعملنا شغلنا. انتو شغلكن تعملوا شو بقلكن انا وبس. عاكف، القائد بيقبل باغلاطه بصدر رحب، وانت غلطت، اعترف. يعني غلطت لأني مسكت الختيار الكبير؟ معقول تاكلوا الطعم تبع عبد الحي وعابد ويخلوكم تتركوا المكان بهالبساطة؟ لو سمعتوا كلمتي كنا مسكنا المقنع. عفواً يا زملاء، عاكف كان معه حق من البداية. لقينا ملجأ تحت الجامع وعملوا عملية للمقنعة هني. صار اللي صار، بتمنى تكونوا أخذتوا درس وفهمتوا غلطكم. طيب وهلأ شو بدنا نعمل؟ من اليوم وطالع رح تسمعوا كلمتي ورح نمسك المقنع مع بعض. إذنك، أي واحد من الجماعة يحطوني محله، خلونا ناخد احتياطاتنا. خدوه على الصالة بسرعة. ماشي يلا. دقيقة شوي، خلي الطبيب يسمح لنا، بدي أحكي معك. قدروا يمسكوه، الختيار الكبير مسكوه، الحملة الثانية هلأ على الأستاذ. أنت تعرفوا للأستاذ؟ سيد الوزير؟ تماما. أنتوا لازم تنبهوه بسرعة. شو عم يصير فوق؟ لا تهتم، اطمن، اكيد ما حدا حكى معه من الختيارية. دق المشروب وعم بيقوس بالهواء. انا ما عم افهم ليش القصة مفارقة معك، ليش مانك حاسس بشي؟ طلعت، اذا كنت حابب تروح وتقتل حالك فما في داعي لكلامي، بس انا ما رح اطلع من هون يا رفيقي. ايه انت عود، انا ما رح اقعد اكثر من هيك. عندك مكان تروح عليه؟ وين بدك تروح تتخبى؟ فيه رح روح للشي اللي كنت احرسه بالمجلس، هنن بيعرفوا ارتباطي بالاختيارية. انت بتعرف شو اخي، انا لو كنت مكانك ما كنت وثقت بحدا.
أنا وثق بالختيارية بذاتهم. وشوف، وصلت بالأخير على مطرح ما عاد فيني طلع راسي منه. على شو عم تدور معلم؟ ما عم لاقي السيدية اللي تركولي اياه هون. نحن حابين نحكي كلمتين معك. تفضلوا. عم بسمعكم. الحقيقة مشكلة عابد وعبد الحي شغلتنا بالنا شوي. يلي صار مضى وخلص. لا معلم مو هيك. ليش هدول الاثنين عم يساعدوا المقنع؟ لأنه هدول الاثنين بيحبوا المقنع مخلصين له. معلمون. بس أخونا مراد مات قدام عيوننا. لا الحقيقة ما مات. عملوا خطة مع الختيار الكبير القديم. ومين عمل هي الخطة؟ المقنع هو مراد على مدار تميران. وموته كان خدعة. وليش خبيت هذا الحكي عنا؟ منروح على العملية وما بتعطينا أي معلومة؟ هدفك أنك تكون أنت الشخص الوحيد بالواجهة؟ شو هالحكي الفاضي؟ هيك كانت أوامر الختيار الكبير، هذا اللي شافه. ما كنا حاسبين أنكم رح تشتغلوا من راسكم. أنا ما طلبت أني يكون قائد من حدا. أنتوا اللي اخترتوني. وطالما اخترتوني لازم تسمعوا كلمتي. نحن تكلفنا بمهمة لازم نقوم فيها بطريقة صح. ماشي معلم، بس كيف قرروا انه مراد خاين؟ للأسف مراد فقد عقله. لبقى تفكروا فيه انه هو يلي كان. هلأ هو واحد تاني. المقنع. وكيف بيتغير الانسان بهالسرعة؟ يا شباب، مراد على مدار احترق بالجبل وصار بحالة مو طبيعية ومر بصدمة كبيرة وفقد عقله، وهلأ بده ينتقم من المجلس. طيب وإذا هيك ليش ما قتل الختيار الكبير القديم؟ لأنه هدفه أنه يقسم المجلس ويدخله بفوضى كبيرة. كان في هون سيدي شفتولي يا شيخ؟